ده بيبقى راجع للرقابه في البيت، رقابه الاب والام على اللي بيشوفوه الاولاد وبيتفرجوا عليه، ولازم يكون في انا عارف ابني او بنتي بيتفرجوا على ايه. الانترنت دلوقتي فيه اوبشنز ان احنا نعلي السكيورتي، ان مش اي حاجه تظهر لهم. الاولاد دلوقتي التكنولوجيا في ايديهم سهله جدا، وخصوصا الاجيال الحديثه اكتر مننا، يعني سهل قوي ان هو يخش، هو بيبقى اشطر منا. يعني احنا كجيل الاطفال الصغيرين دلوقتي اشطر منا في التعامل مع التكنولوجيا، فانا لازم اكون حريص جدا، والبابا وماما لازم يكونوا شايفين الطفل او الطفله بيشوفوا ايه. اخد بالي من الانترنت اللي مفتوح، ده مفتوح بيتشاف عليه ايه، ايه اللي بيتفرجوا على ايه. السكيورتي الاوبشنز، في حاجات بتمنع المواقع المخله او الكلمات اللي ممكن تكون مصدر لحاجات اباحيه يعني. بعدين في حاجه ثانيه، دايما الطفل يتفرج لانه عنده فضول، يعني هو عايز يعرف في عنده جواه هو ده ايه. فماما هو لازم ياخده يبقى عندهم ود لاولادهم، يعرفوا هما بيسالوا عن ايه او عندهم فضول عن ايه، وبابا وماما يجاوبوا. ما ينفعش ماما وبابا يتسالوا سؤال ما يجاوبوش، يعني ده بيزود بقى خطر الفضول، ويروح يسال ناس غريبه، ويروح يعرف اجابات يمكن ما تكونش اجابات صح، ويمكن كمان تكون سبب ان هو يخش يدور على الانترنت او يعرف اكتر. مبتدا دوت كوم.